بني الغطاء الفولاذي الجديد على شكل قوس لحصر المواد المشعة المنبعثة من المفاعل ولإزالة التلوث، وقد جرى بناؤه فوق الغطاء السابق المعروف بالتابوت، والذي صمم سريعاً بعد حادثة انفجار المفاعل في أبريل عام 1986 للحد من التلوث الإشعاعي. يتألف الموقع من 3 أقسام: التابوت وموقع التجميع وموقع الانتظار. بداية من الجزء العلوي، نقلت أجزاء القوس المركبة مسبقاً إلى موقع التجميع، وبمجرد الانتهاء من تركيبه تم وضع الغطاء، ثم رفع بواسطة أبراج فيما كانت تتم إضافة الأجزاء السفلية. بعد الانتهاء من النصف الأول، وضع في قاعة الانتظار إلى حين الانتهاء من جمع النصف الثاني، ويشكل الجزئان هيكلاً بطول 150 متراً وبعرض 257 متراً، أي أكبر من حجم قاعدة برج إيفل، وبارتفاع 108 أمتار، أي أعلى من تمثال الحرية. أما في الداخل، تتيح الكابلات وضع رافعات ومعدات متطورة لتفكيك الغطاء القديم أي التابوت والتخلص من التلوث. وأخيراً، وبواسطة سكاك حديدية، جرى دفع الغطاء الآمن الجديد فوق التابوت لعزله. بلغت كلفة المشروع 2.1 مليار يورو، وقد جرى آخر اختبار للهيكل الجديد في عام 2019، ويفترض به أن يضمن سلامة الموقع لمئة عام.